الاقتصاديه. لذلك كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام صدمه وذهول لدى عاملات التصفيه. اذا 500 عدد كبير من العاملات ما قدروش التحاليل السلطات القنصليه قد توافد على هذا المعمل. كتشاهدوا مشاهدينا الكرام العدد. اذا مشاهدينا الكرام كما قلنا 500 عامله داخل هذا المعمل سيتم اخضاعنا للتحاليل المخبريه. سيدنا الكرام توافد عاملات الصفر كما كنشوفوا في هذه اللحظه. اذا سيتم اخضاعنا للحجر الصحي والتحاليل المخبريه داخل المعمل معمل السمك بعد تسجيل بكره بالفيروس. اذا تسجيل 55 حاله جديده بفيروس كورونا. اذا وفي هذه الان يتم اخضاع قرابه 500 عامله للحجر الصحي والتحاليل المخبريه داخل هذا المعمل. إذا السلطات المحلية قررت إخضاع العاملات وعددهم 500 عاملة كما نسمع صراخ وعويل من داخل المعمل كما كنسمعوا مشاهدينا الكرام. إذا صراحة مشاهد يعني مؤثرة. إذا مشاهدينا الكرام بعد تسجيل 55 حالة مؤكدة بفيروس كورونا السلطات المحلية قررت إذا مشاهدينا الكرام بعد تسجيل 55 حالة مؤكدة بفيروس كورونا داخل صفوف العاملات السلطات المحلية بمدينة أسافي قررت إخضاع 500 عاملة للحجر الصحي وللتحاليل المخبرية كما كنشوفوا. مازال توافد عاملات التصبير على المعمل. يتم نقل العديد منهم بواسطة الحافلات ويتم المناداة على العاملات من أجل إخضاعهن للحجر الصحي ومن ثم التحاليل المخبرية كما كنشوفوا. نتمنى الشفاء لهذه النسوة العاملات كما كنشوفوا. لحظات مؤثرة داخل صدمة وذهول في صفوفهم. إذا توافد إذا العشرات كما قلنا 500 عاملة سيتم إخضاعها للتحاليل المخبرية والحجر الصحي داخل المعمل. نتمنى الشفاء العاجل كما قلنا لهاته النسوة. إذا توافد المزيد من النساء كما كنشوفوا المشاهد الكرام. كما قلنا مشاهدينا الكرام سيتم إخضاع 500 عاملة للحجر الصحي. مشاهدينا الكرام كما شفتوا ان صدمه وذهول وصراخ للعاملات. اذا حاله هستيريه وصلت اليها العاملات بعد علمهم بالخبر. منهن من يحمل المسؤوليه لاداره المعمل بعدم اجراء التحاليل المخبريه يعني استباقيه قبل وقوع الكارثه. ورجعنا في الله ووليداتنا
واولادي صغار واولادي وسامي ونساب سامي وكي غنديروا في هاد الحريره اللي عطانا الله تبارك وتعالى. يا ربي حد الباس يا ربي حد الباس. نشوفوا المشاهدين الكرام من داخل المعمل لحظات من داخل المعمل. اذا كما قلنا 500 عامله سيتم اخداعها للحجر الصحي والتحاليل المخبريه من داخل هذا المعمل. كما كنشوفوا الصدمه وذهول وصراخ داخل المعمل. اذا صراحه هذه المشاهد اذا المعمل تحول الى بؤره للفيروس. نتمنى الشفاء العاجل لهذه النسوة. صراحة مشاهدينا الكرام ساعدونا الله يرضى عليكم الله يحفظكم. إذا تطويق أمني هنا مشاهدينا الكرام بتواجد عناصر قوات المساعدة من أجل ضبط الأمن هنا. السلطات المحلية والأطباء الصحية هي في واحد ظرفية استثنائية. إذا كما قلنا مشاهدينا الكرام كتوافد العديد من النساء رقم قدر في 500 امرأة تعمل بهذا المعمل سيتم إخضاعها للحجر الصحي وإخضاعنا للتحاليل المخبرية. بالمعمل الآن كتشوفوا في الساحة شايفين إذن مشاهدينا الكرام نذكر مرة أخرى أننا نتواجد من أمام معمل صغير السمك هنا بطريق الجرف. إذا طريق معامل السمك هنا بطريق جرف بأسفي. إذا بعد تسجيل إصابة 55 عاملة بفيروس كورونا وتحويل المعمل إلى بؤرة للفيروس السلطات المحلية قررت إخضاع جميع العاملات والعاملين داخل هذا المعمل والمقدر عددهم في 500 عامل وعاملة. إذا سيتم إخضاعهم للتحاليل المخبرية وللحجر الصحي. نتمنى ان تتم يعني ان تتم محاصره هذا الفيروس ومحاصره هذا الوباء يعني وعدم استمرار الحالات. اذا تفشي حالات اخرى هذا تفشي الوباء. نتمنى ان تتم محاصره هذا الوباء داخل هذا المعمل. إذن الحصيلة الإجمالية نذكر مرة أخرى مشاهدينا الكرام بالحصيلة الإجمالية إلى حدود اليوم فقد وصلت إلى 142 حالة مؤكدة بفيروس كورونا. إذن تماثلت منها 51 حالة للشفاء وتوفيت 3 حالات. إذن كما شفنا مشاهدينا الكرام توافد النساء العاملات على المعمل. إذا بعد قرار السلطات المحلية إخضاع جميع العاملين بالمعمل وعددهم مقدر ب 500 عامل وعاملة. إذا سيتم إخضاعهم للحجر الصحي وإخضاعهم للتحاليل المخبرية من أجل محاصرة الوباء. شفنا قبل لحظات إذا مشاهد مؤثرة لنساء صراخ وعويل للنساء. يحملنا المسؤولية لإدارة المعمل لعدم أخذها الاحتياطات الاحترازية القبلية من أجل عدم تفشي الوباء. إذا نتمنى مشاهدينا الكرام صادقين أن تتم محاصرة هذا الوباء صراحة وأن لا تذهب مجهودات السلطات المحلية هنا بمدينة أسفي والسلطات الأمنية والمصالح الصحية والساكنة حاضرة المحيط يعني أن تذهب هباء سودا. إذا صنفت أسفي بفضل هذه الجهود كاملة جهود السلطات والمصالح الأمنية والساكنة إذا صنفت في منطقة تخفيف واحد ونتمنى أن تبقى وأن نحافظ على هذا المكسب بانخفاض عدد الإصابات ومحاصرة البؤر. فبعد محاصرة البؤر بؤرة بمستشفى وبؤر عائلية بعزيب ليهودي
القليعة ظهرت هذه البؤرة صراحة، هذه البؤرة هنا بهذا المعمل، بؤرة نطلب من الله العلي القدير أن يتم محاصرتها، وأن نطلب كذلك الشفاء للنساء العاملات المطابرات، يعني نطلب من الله العلي القدير يعني الشفاء العاجل، وأن يعودنا هؤلاء النساء إلى ذويهم وأهلهم سالمين معافين. نذكر مرة أخرى مشاهدينا الكرام أن السلطات المحلية قررت إخضاع جميع العاملين داخل هذا المعمل للحجر الصحي والتحاليل المخبرية من أجل محاصرة هذا الوباء وهذه البؤرة.